مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. دقيق 500 غرام، ملح نصف معلقة صغيرة، ماء 300 غرام، تقريبا كوب ونص، هذا عيار اللي ما عنده ميزان بالكوب. هذا الدقيق نعجن جيد تقريبا 5 دقائق أو العجنة تتجانس مع بعض. اتركها 10 دقائق ترتاح. قليل من نشا الذرة ونقطع العجنة 13 قطعة، وإذا أنتوا حابين تكون رفيعة أكتر أو العجنة رقيقة ممكن تعملوها 20 قطعة، تقريبا القطعة 65 غرام اللي بده يشتغل على الميزان. العجنة كتير كتير بسيطة وسهلة. نحط كرات العجين بالنشا ونريحها 10 دقائق. هذا بعد ما ارتاحت 10 دقائق بنفرد العجنة، بنفرد العجنة 3 طبقات أو 4 طبقات، ما في مشكلة 3 طبقات أو 4 طبقات. بنوضع قليل من الزيت، قليل من النشا، نتركها على جنب، والطبقة الثانية نفس الشيء، نوضع طبعا قليل من الزيت قليل من النشا نفس الشيء. أما الطبقة الثالثة ما بنعمل ولا شيء، بنتركها مثل ما هي الطبقة الثالثة، بس اللي هو طبقتين بندهن عليهم زيت ونشا. الوجه هذا بكون نفس الاشي لفوق عليه النشا والزيت، الطبقة الثالثة بنحطها فوقها. طبعا الزيت اي نوع من الزيت نستخدم، اي نوع زيت نباتي، زيت زيتون، زيت نباتي، اللي موجود اللي متوفر. نعمل 3 طبقات او 4 طبقات حسب ما انتو حابين، وبنوضعها على المقلة حرارة منخفضة يعني تحت المتوسطة شوية قليل، يعني كل جهة تقريبا 20 ثانية، ما بتاخد وقت كتير، بس اللي تمسك حالها فقط. نمد العجنة، وإذا لزمكم أي نوع أي استفسار ما في مشكلة اكتبوا لي تحت صندوق الوصف، اكتبوا لي تحت في التعليقات. نوضعها على حرارة متوسطة أي نوع من المقلاة، يمكن أن يكون على الكهرباء أو على الغاز، حرارة متوسطة ما في، كل وجه تقريبا 20 ثانية. مثل ما أنتم شايفين هي شفافة جدا، تفك بسرعة وهي شفافة جدا، كثير كثير العجنة روعة وبسيطة، وهيك احنا بنضمن انه ما نرمي شيء من العجنة،
طريقة هادئة، نضمن إنه إحنا نستغل كل شيء، ما بنرمي ولا شيء من العجنة، بنصفطهم فوق بعض بنعملهم أربع أجزاء، أربع قطع. زي ما أنتم شايفين كتير كتير العجنة حلوة ولينة، نعملهم أربع أجزاء تقريبا بيعملوا أكتر من 50 قطعة سمبوسة. مثل ما أنتم شايفين مرة كوشي حلو كتير كتير. طبعا ممكن تخزينها بالثلاجة لمدة 1 أسبوع أو بالمجمد الفريز لمدة 3 شهور. وعند الحاجة بستخدم هذا الشاورما. نضيف الشاورما لكل كيلو صدور دجاج فليه عليهم 100 جرام زيت زيتون وبهارات مثل ما انتو شايفين، الكزبرة ومرق الدجاج، مرق الماجي والبابريكا. هذا هو ممكن يعني أقل شيء يعني 3-4 ساعات بالبهارات على أساس إنه يتشرب البهارات، وإذا كان 24 ساعة بكون أفضل قبل بيوم. هذا هو كله سهل، وأنا حكتب اللي هو بهارات الدجاج، صلصة التومية هذه، نشا الذرة 90 جرام، بنحرك جيد مع الماء، تحريك باستمرار، نتركها لجانب تبرد. وبعد ما تبرد نوضع مايونيز 500 جرام، والخليط نشا بارد 500 جرام بيجي تقريبا كله، خل أبيض 50 جرام، وحمض الليمون 10 جرام، أو نستبدله في ليمون العادي الفريش. نخلطه كله مع بعض ميكس. إحنا التومة ما بدنا نخلطها مع بعض عشان ما تكون مثل عصير التومة، هي اسمها التومية، لازم تكون التومة بارزة، فما بدنا نخلطها مع بعض تصير مثل عصير. إحنا نفضل إنه تكون توم بارز، طعم بارز. هذه هي بتتحمل حرارة عشان موجود فيها النشا، بتتحمل حرارة تصير مثل الجبن، مع الحرارة بتصير مثل الجبن. لكن لو مايونيز لحاله بيسيح، لأنه المايونيز عبارة عن زيت أغلبه، كله بينزل وبيسيح. بس هذا خلطة التومية ما فيها مشكلة، تمسك مثل الجبن. هذا خليط بين الدقيق والماء، طبعا بالعين يكون الخليط لزج عشان نلزق السمبوسة فيه. مثل ما انتم شايفين الاتجاه هي بسيط، المثلث هي اتجاه كله سهل، وهي الاتجاه انا هعمل حبتين عشان تشوفوا. نحط اللي هو التومية تحت، قليل من الدجاج، ومخلل الخيار، ونحط لاصق الخليط العجين الدقيق مع الماء لاصق. وهذا كل شيء، العملية سهلة جدا. هاي كمان واحدة كمان، نحط لاصق تومية، خلل الخيار، قليل من الشاورما، ندهن الخلطة كلها هلا بالزيت، ندخلها الفرن على حرارة من فوق ومن تحت على الرف الأوسط، حرارة 200 تقريبا لمدة 15 دقيقة، أو عند ما تنضج بطلعوها، يعني شيكوا عليها من حين لآخر.
وهذا كل شيء. كتير كتير طعم لذيذ وهشة وكتير مناسبة لرمضان. كل عام وانتم بخير وصحة وألف عافية ورمضان كريم. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم ومع السلامة.